بعيداً عن لعبة الحبل أو الغميضة، يكتفي الأطفال اليوم باللعب على الشاشات أو مشاهدة الفيديوهات لساعات طويلة. تشير آخر الإحصائيات العالمية إلى أن الأطفال الأقل من 6 سنوات يقضون أكثر من 4 ساعات على الإنترنت أسبوعياً، ويقضي الأطفال من 7 إلى 12 سنة قرابة 6 ساعات أسبوعياً. أما بالنسبة للفئة العمرية بين 13 و19 سنة فيقضون قرابة 15 ساعة على الإنترنت أسبوعياً. أطفال هنا شفتوا كثرت فيهم العدوانية. الشيء الثاني أن الأطفال عندهم تركيز أقل من قبل. الشيء الثاني المنتبه يعني يشير الانتباه ويجلب الانتباه أنه الأطفال رجعوا منعزلين منطويين، ما تلقايش ماهوش اجتماعيين كما بكري. بهذه العيادة تستقبل الأخصائية النفسانية عديد الحالات من الأطفال المدمنين على الشاشات الإلكترونية. مشكل الإدمان على شاشات الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية يؤرق الأولياء من جهة، ويؤثر على نمو الأطفال من جهة أخرى. اللي يتعرض للشاشة ما يتسمحلوش باش يقوم دي بيتيز ويروح لك ما يبا با بوجي يبا با فير دي بيتيز ما يدير حتى مشكل، دونك لي بارون ما يتعاملوا معاه ما يربوه ما يزكوا عليه. اي لو جور اللي لحقوا انستاد وكاين تاخر في الكلام يجي الطفل عندنا تيا يا با دو لانجاج يا ان تروب دو كومبورتمون كاين اضطراب سلوكي. هذاك اضطراب سلوكي إلي با باثولوجيك ماشي مرضي، وانما كان اون كاغاس كاين فقدان تدخل تربوي. تاخر في الكلام، عزله، اضطرابات نطقيه وسلوكيه تسببها مختلف الشاشات على الاطفال، وللأولياء مسؤولية كبيرة في دخول أطفالهم لهذه الدوامة. أنا عندي أم قالت لي وليدي ولا بنتي 3 شهور حطيتها تقابل التلفزيون، 3 شهور يعني بيبي حطاته يقابل التلفزيون، كيفاش هاد الطفل يقدر ينمو؟ سي امبوسيبل. سي امبوسيبل ما يقدرش باسكو المخ نتاعو اي فا يتخ... نقولهم لو سيرفو سي ليكران سي اوف، سيتادجير راكي تهبطي لو بوتون اوف ما يخدمش لو سيرفو نو ترافاي بلو. الطفل كي ينزاد المخ نتاعو يعني لازم يتطور، قسمه راهو صغير قسمه يعني نمنعو له لي زيكران. السيدة بن خروف أم لطفلة كانت ضحية سوء تشخيص للاضطراب الذي عانت منه لسنوات قبل أن تكتشف أن السبب الوحيد هو شاشة التلفاز. ليزولمون وحدها في الدار وزيدي لها لا تيلي، بدا لو لونغاج يروح، بدا لو روغار يروح، بدات الطفلة تروح. مي أنايا على ليبوك جيتي سيتي ما بروميير، دونك ما على باليش بلي أنا بوغ موا وين نروح يقولوا لي بنتك عاقلة. C'est un ange. Ou c'est un malak ou c'est un malak. Ou c'est non, elle plongeait dans un, dans, je ne peux pas l'appeler autisme, mais c'était une enfant de la télé. Tu as une auxiliaire, elle dit que l'auxiliaire c'était une orthophoniste. Elle dit que l'orthophoniste, quand elle a l'approche, elle dit à l'écran. Si on essaye, déjà moi je n'y croyais pas. D'ailleurs, elle a reçu la chadmita. Donc, elle a reçu l'écran, elle a reçu tout l'âge. أنا نو خدمت معاها واش ما تخدمش في 5 سنين. أنا بنتي هضرت على 6 ans. سا نا با ايتي فاسيل مي سا نا با ايتي امبوسيبل نو بلو. الحمد لله. عبد الرحمن وكان حوسو كيف كيف ياك ديرو كيف كيف وراهي كيف كيف. لعلاج هذا التأخر النطقي والسلوكي ينصح المختصون بإبعاد الأطفال عن هذه الشاشات التي تحد من نموهم المعرفي الاجتماعي، مسببة اضطرابات تختلف من طفل لآخر. بعد حصص من العلاج يتمكن الطفل من التخلي عن الهاتف الذكي بكل سهولة. صح عطيني تليفون عبد الرحمن، عطيني صح عبد الرحمن ديك الصحة. كيفاش تبسح الطفل اللي يجيني عنده تاخر في اللغه لسبب تعرضه للشاشه صافي لازم هو لازم لي بارون يعرفوا باللي التدخل تاعو راهو يكون اكثر من تاعي.
انعزال الطفل في هذا العالم الافتراضي الذي يغوص فيه عبر الشاشات الرقمية دفع عديد المختصين إلى التساؤل عن العلاقة بين اضطراب التوحد والاستعمال المكثف للشاشات الرقمية. العلاقة لم تؤكد ولكن الاحتمال وارد. كاين دراسات راهي تبينها، ما نقدروش نجزموا اليوم انه كاين علاقة وطيدة بين استعمال الشاشة والتوحد، لكن كاين دراسات تشير لهذا، واللي معروف عالميا انه مرض التوحد تزاد يعني بصفة مذهلة. ومن الحاجات الحديثة في المجتمع تاعنا هو استعمال الأضواء هذه، وخاصة الشاشات لتابلات لبورتابل. يظن معظم الأولياء أن تعرض الطفل لشاشات التلفزيون أو اللوحات الرقمية قد يجنبه حوادث منزلية ويزيد من مكتسباته التعليمية، إلا أن الأمر قد يؤدي إلى عدم اكتساب الطفل للسلوكات التربوية الاجتماعية خاصة في الأعمار الأولى من حياته. بابا